غزالاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بواحد لاسوب ديال الخضر اللي مهمة وصحية وضروري بنادم مرة مرة يديرها، ضروري ضروري، حيت هي فيها المنافع للدراري الصغار والناس الكبار. كاينين الناس مرض مساكن اللي ما كيقدوش، الناس الكبار ملي كيمرضوا ما كيبقاوش يقدوا يمضغوا ولا هادي، فهاد لاصوب فيها كل شيء، فيها كل شيء، يعني اللي ما كيقدرش مسكين ياكل هذه جامعه كاع هذوك لي فيتامين وهذه اللي خص يكونوا في الجسم ديالنا. حني انا ما كناكلش الخضره، مي في هاد الشوربه كناكلهم، يعني اللي ما كياكلهمش بطريقه هنا غياكلهم بطريقه غير. حتى الوليدات ولا الكبار اللي ما كيبغيوش هذيك كتجيهم ديك لاصوب. انا كنشوف الناس اللي كيقطعوها كتقطع صغير مرصويات صغير كيحطوهم هكاك، ما كتعجبهمش، كتجيهم ديك الخضره والماء كتجيهم في شكل هادي. لا هادي بواحد الطريقه زوينه، كتجي بحال الفولوتي، كتجي الفولوتي ديال الخضره. فولوتي ديال الخضره وكتجي زوينه. المهم ما نطولش عليكم، معايا المقادير. عندي القرعه حمراء، عندي القرعه خضراء، ديك الكورجيت هذيك اختياريه انا حيت صغيره وزوينه بقى زعما فتيه خديتها. عندي اللفت الاحمر، عندي الخيزو، عندي البطاطا، وعندي المطيشه، واحد البصله والبورو والقزبر ومعدنوس وشويه ديال الكرافس، ورقه سيدنا موسى. عندي كنحتاج فيها في العطريه غير ورقه سيدنا موسى وبزار الملحه وزيت العود بطبيعه الحال. وهانتوما معايا وغتشوفوا، وكتبقى المقادير على حساب افراد الاسره. المهم نتوما لو بغيتوا تجربوا جربوا بشويه، ولا عجباتكم ديك الساعه ديروا الكونتيتي اللي بغيتوا. وهانتوما معنا وتشوفوا كيفاش. اول حاجه كنديروا كنحطوا ديك القريعه ديالنا في ديك الكوكوط، نزيدوا عليها هذيك الخيزو. المهم كنديروا الخضر اللي عندنا كاملين، ديك البطاطا، المطيشه ديالنا، المطيشه واخا تخليوها بهذيك الجلفه ديالها ماشي مشكل، حتى واحد المميز. البصله حتى هي كنقدو نقطعوها على ربعه وكنقدو نشلضوها ماشي مشكل، هادشي حيت في الاخر كنطحنوه. هذاك البورو ديالنا كنقسمو حتى هو على جوج، صافي. كندير هذاك الورقه سيدنا موسى، كندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار مكنكترش، وندير الزيت ديالي. ملي تنكون مريضه هادي هي الحاجه الوحيده اللي تناكل، غير الصوبه الفطر بها نتغدى بها نتعشى بها، زوينه صحيه وزوينه بزاف. كونوا اكيدين ان اللي ما كيحمش لاصوب، هاد لاصوب مني غيديريها ليه والله حتى غيولوا كيحماقوا عليها. كونوا اكيدين، غير جربوا جربوا جربوا. وكنلوح هذيك القزبر والمعدنوس وهذاك الكرافس وكنروي وكنديرهم يطيبوا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ان ملي كنردوهم يطيبوا بحال غير كنسلقوهم حتى كيدخل فيهم الطياب شويه شويه ونحيد ونطفي عليهم، ماشي كنخليهم حتى كيطيبوا مزيان حيت مازال غنكملوهم تقريبا. شحال خاي دابا على حسب 20 دقيقة هكا؟ أييه هكاك، غير كندخلهم الطياب شوية صافي، كنطفي عليهم البوطة. وهانتوما معانا من بعد ما طابت لينا هاديك الخضرة، ملي كيدخلها الطياب واحد شوية صافي كنخليو كنطفيو عليها وكنخليها تبرد واحد شوية صافي، وكناخد هاديك الخضرة هي وشوية ديال الروا وكنطحنها فهاد الخلاط الكهربائي، كطحن مزيان وكندوزها في الصفاية هنايا كاملة. وهانتوما شوفوا معايا، شفتوا من بعد ما صفينا هذيك الخضرة شتي، ملي طحناها وصفيناها كتجي هكا زوينة. حاولوا ما تكثروش الروا باش تجي كيما قلت لكم فولوتي، عاتي زوينة. ملي كطلع فيها كنرجعوها فوق العافية، كطلع فيها الغلية فكنديروا هذا، كندوروها بالشعرية رقيقة. كاين اللي كيدير الفيرميسال، كاين اللي كيدير هذيك الشعريه ديال السفه، كاين اللي كيدير الروز، انتي اللي عندك اللي بغيتي. انا عندي هاد الشعريه رقيقه فهي غندور بها وجو تخطي قبل ما نديرو فيها والو، هي زوينه. هي تجي زوينه الصراحه. اللي كيكره لاصوب وما كتعجبوش مني غيجرب الطريقه، قسما بالله غيولي صافي مفضله عنده صافي. من بعد ما ديك الشعريه طابت لينا كنديرو الفرماج محكوك.
انا عندي الفرماج اللي ما... اي نوع ديال الفرماج بغيتي ديريه ديريه، اللي ما عندوش ماشي مشكل، شتي هذا الفرماج مثلثات نقدو نديرو، اللي ما عنده ماشي بالضروره. انا عندي هذا وكتعجبني، تجي فيه ديك كتجي فيها ديك الملوحه ديال الفرماج زوينه. كاين اللي كيدير حتى لا كريم فريش فيها كتجي زوينه بلا كريم فريش. كل شنو كيدير، كاين اللي كيخليها هكاك صافي، غير الفات انها صافي طابت. حتى كيبقاو مكملات كل واحد على حسب شنو كيف بغاها. كاين اللي كيقدر ما يديرش كاع حتى ديك الشعريه يدور بها ما كيديرهاش، ماشي مشكل، المهم عند ليسونسييل شتي هو ديك الخضره. ايوا ها هي واجده، هي الصوبه ديالنا من بعد ما وجدات كنحطوها كنزينوها بشويه ديال الفرماج اللي بغينا نزينو بيه، راه كنزينو بيه. و كنأكد لكم اللي وليداتها ولا راجلها ما كيبغيش ياكل مثلا الخضره هكا كل هذه، يعني هذه احسن طريقه باش توكلي وليداتك ولا راجلك الخضره اللي ما كيبغيش لك الخضره. يعني هاد الطريقه زوينه زوينه زوينه، وصدقوني وانا نوصل لكم بالعشره بانها كتجي زوينه زوينه زوينه. وكنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وتابوناو عندنا، وما تنساوناش بالتعليق ديالكم ولا لايك، وشكرا.